تصدق ان مقبرة الملك توت عنخ آمون دي هتفضل مقفولة الاف السنين لحد ما يتم اكتشافها بكل الكنوز دي؟ كل مقابر الملوك كانت كده يا يحيى، ويمكن اكبر وفيها كنوز اكتر، لكن نصوص الاثار دمروا وسرقوا كتير منها، والملك توت عنخ آمون رغم انه حكم فترة مش كبيرة الا انه من اشهر ملوك كبت. الاستاذ عصام قال لنا ان الملك توت عنخ آمون ما حكمش غير 9 سنين بس تقريبا، لكن شهرته الكبيرة في عصرنا عدت شهرة ملوك عظيمة، عشان مقبرته من المقابر القليلة اللي نجت من نصوص الاثار عبر العصور المختلفة، واللي تم اكتشافها بكامل كنوزها عام 1922 عن طريق عالم الاثار الانجليزي هوارد كارتر. ورغم ان المقبرة كانت صغيرة بالنسبة لمقابر باقي الملوك، الا انهم لقوا حوالي 5000 قطعة اثرية بتنقل لنا طريقة معيشة الملك في حياته اليومية بالتفصيل. ودلوقتي تم نقل كل كنوز الملك توت للمتحف الكبير، المكان اللي انت شفت فيه تمثال الملك رمسيس الثاني لما كنت في زماننا يا سينو. اوه سيبكم بقى من حصة التاريخ دي وركزوا معايا في اللي احنا جايين عشانه هنا. توابيت السرابيوم ما كانش فيها بردية واحدة، بس انا حاسس اننا حنلاقي اللي بندور عليه هنا. عصبي قوي صاحبك ده يا يحيى. معلش يا سين. هو صديقك راح فين يا يحيى؟ اكيد بيدور على البردية زي ما احنا كنا بندور. يحيى انت متأكد ان صديقك ده شخص صالح؟ دكتور عجيب انا لسه عارفه من قريب، بس اللي قاله خلاني احس انه فعلا عايز يقدم للبشرية خدمة كبيرة، والدليل اننا دخلنا اماكن كتير مليانة كنوز وما فكرش مثلا يسرق حاجة. مش كل السرقة بتبقى سرقة الكنوز يا يحيى، خلي بالك. هاخد بالي يا سينو ما تخافش. قولي بقى ايه حكاية قبة الهواء او مقابر النبلاء اللي احنا فيها دي يا سينو؟ هو المكان هنا ليه مختلف عن باقي المقابر الملكية اللي شفتها؟ لان هنا مش مقبرة ملكية، هنا اماكن لرجال الملك، وزراء وقادة وتجار كانوا في عصرهم من اهم الناس. يعني مثلا شايف المقبرة اللي هناك دي؟ مقبرة ميخو اللي كان من اقرب الموظفين للملك بيبي الثاني، واداله ألقاب كتير زي الصديق الوحيد والأمير الوريث. واللي جنبها بقى مقبرة سابني ابنه،